أوكي، السؤال الأول. رواية عمارة يعقوبيان هي تحفة فنية، ما هو اسم سهل 500 جنيه، متوسط 2500 جنيه، صعب 5000 جنيه؟ أوكي جمال بينا نقى الصعب إن شاء الله. إن شاء الله. والهاني منقت السهل. حلو قوي، من الصعب للسهل، بس إن شاء الله تلتقوا بإذن الله. أنت متأكد يا أستاذ جمال من الصعب؟ بإذن الله، أنا دايماً بفوت في الصعب إن شاء الله. إن شاء من الله من غير غرور بس. أوكي، سؤالنا 5000 جنيه، والسؤال بيقول رواية يعقوبيان، عمارة يعقوبيان هي تحفة فنية، ما هو اسم الشخصية التي أدتها الفنانة يسرى؟ هي كانت واحدة يونانية. يونانية اللي هي العازفة. بالظبط، كانت كان بيحبها عادل إمام. ايه بالظبط، كانت بتعزف بيانو. أنا فاكر الحوار اللي كان ما بينها وما بين إسعاد يونس. بهدوء، افتكر الفيلم كده. لويزا، بس هي يونانية كانت. أنا فاكر جريجية يعني. أنا ما بين اسمين صراحة، بس طبعا هو اسم واحد. قولي الاسمين، يمكن أكون أنا فأنا ناسي الاسم. يا آن يا لويزا، possibly يعني. بس لا، ولا آن ولا ده ولا ده. لا، طب ما هو لازم هنقول حاجة. I think لويزا. متهيألي لويزا. لويزا؟ ايه رأي حضرتك؟ أنا عارفة المؤلف علاء الأسواني، تنفع دي؟ لا، مؤلف سيلة لعبتها الفنانة يوسف. فاضل 7 ثواني. متهيألي لويز. لويزا، لويز. عايز إجابة نهائية. لويزا؟ ما عندناش غيرها دلوقتي. possibly لويزا. مين يا فندم؟ لويزا. بس افتكر حاجة حضرتك، إن حضرتك اخترت الصعب. أنا أصلاً كنت فاكر هيجي سؤال حاجة تانية يعني. وقلت لي أنا بفوت في الصعب. معلش. لويزا، ها؟ لويزا إجابة خاطئة، والإجابة الصحيحة كريستين. كريستين. أمال إيه يا جمال بي بس أنا بفوت في الصعب؟ معلش، لكل جواد كبوة. أنا عارفة الفيلم وشايفاه مليون مرة. وحافظه. معلش ما جيتيش غير على الاسم وانت نسيتي. انا اسم وهو اول ما قال صعب انت ثبتك خلاص، قلتي خلاص هنخلص. بس معلش، ده يخليكم تتحمسوا ان شاء الله للي جاي. ان شاء الله. السؤال الثاني. من الشخصيات العربيه التي نالت جائزه نوبل في اي عام؟ السهل ب 1000 جنيه، متوسط 5000 جنيه، صعب 10000 جنيه. انتوا الاثنين نقيتوا السهل. ايوه كده، ايوه كده، يعني خلينا نحترم نفسينا بقى. من 5 سلم. ايوه بالظبط. اوكي، سؤالنا ب 1000 جنيه، والسؤال بيقول من الشخصيات العربيه التي نالت جائزه نوبل في اي عام نال الرئيس انور السادات جائزه نوبل للسلام؟ هو كانت هو عمل المعاهدة كام ديفيد؟ 79. بس كان قبليها عمل معاهدة السلام مع إسرائيل سنة 77. فبصبلي في نفس السنة ادوله، لأن هو كان في نوفمبر وهي بس هي بتيجي في أكتوبر أعتقد نوبل السلام. يبقى ممكن اللي بعديها على طول، السنة اللي بعديها 78. لو غير انا بقول 78. حضرتك مش عارفه قبل بعد هي يعني. انا جبتها كلوجيك يعني. هو ثمان تفكر شويه كمان. طب لا، هي ممكن تكون بعد معاهده كام؟ بعد نقول 79 عشان خاطرها. نقول 79 عشان خاطرها. 79 عشان خاطرها. اجابه صحيحه. 79.